مرحبا اصدقائي في حلقه ان شاء الله كويسين معكم هيثم كياج في حلقه جديده من سيلفي كياج الحلقه التاسعه. اليوم حلقتي الحلقه التاسعه جدا جدا مميزه ويعني سبيشال انا اعتبرها حلقه سبيشال لانه يعني الموضوع هذا انطلب مني كثير صراحة انه كيف تصنع اهداف وكيف تصبح صانع العاب. فانا قررت اني اعمل فيديو مميز كيف تصير صانع العاب محترف او صانع العاب يعني صانع العاب بشكل عام مثل نيستا ومثل خميس رودريغيز ومثل هازارد ومثل كثير كثير لاعبين. لكن قبل ما يعني ابلش الموضوع هذا حاب احكي شوية شغلات بسيطة قبل ما ابدأ في الحلقة. اول اشي بحب اشكركم أشكركم جميعا على هذا الدعم الكبير اللي أنا تلقيته منكم تلقيته من المعجبين ومن كثير من الناس. صراحة هذا الشيء يعني يسعدني كثير ويسعدني كمان أنه كنت استفدتوا من هاي الفيديوهات كلياتها ومن تعليمات ومن كل الأشياء اللي أنا حكيتكم إياها. يعني شكرا كثير وإن شاء الله إن شاء الله يا رب بإذن الله في الحلقات القادمة والأيام القادمة أشياء أفضل وأفضل إن شاء الله يعني والمزيد بعون الله. واستمروا بمتابعتي وان شاء الله ان شاء الله يا رب اني اقدر اني افيدكم واعطيكم معلومات اللي انتم بدكم اياها. في موضوع كمان بدي احكي فيه. هلا في كثير ناس بيجوا يكتبوا لي والله يا هيثم انت سارق الفيديوهات هاي انت حرام يعني هذا ماخذ يعني انت هاي فيديوهات بتاخذها وبتسرقها ومش عارف شو انت ماخذها من كذا انت ماخذها يعني من هون من هون. يعني لو انت تابعت الحلقة الأولى من سيلفي كاتش كنت بتعرف انه انا مش حرامي. الحرامي اللي باخذ فيديوهات من اليوتيوب بحطها عنده هي نفس ما هي وما بيقول انه هو ماخذها. ما بيعترف ما بيقول انه ماخذها. انا قلت انه انا ماخذ هاي الفيديوهات من قنوات اجنبية. وقلت لكم ماخذها من STR Skill School من Free Kickers من Skill Twins من F2 Freestylers. وانا قلت انه انا ماخذها وترجمتها للغه العربيه. طيب يا عمي يعني في هاي القنوات ما في ترجمه عربيه بس كله انجليزي. طيب يا اخي انا الحق علي يعني اخذت هاي الفيديوهات وحطيتها على القناه وترجمتها للعربية عشان تستفيدوا منها عشان تستفيدوا من خبرات يعني ومن تعليمات لهاي الناس. هلا قليل نادر ما تلاقي في قنوات عربيه بتتعلم كره قدم. يمكن في قناه اسمها AMD TV كانه انا شفتها مره هذا كثير كويس يعني بلاقي عنده كثير فيديوهات حلوه ومش غلط بالعكس انا بشجع انه كل واحد انه العرب انه يعمل مثلا زي هيك فيديوهات كره قدم تعليميه عشان انتم تستفيدوا. يعني انا عشان انا نادر ما بشوف فيديوهات عربيه بتعمل زي ما بيعملوا الاجانب. فانا حبيت اخذ فيديوهاتي زي ما هي بس اني انا اترجمها واضيف عليها كم شغلات مهمه. هذا هو انا لا حرامي ولا سرقت ولا تلاحظوا مكتوب مرات اسمي يعني فوق هيثم كياتش انا بكتبه فوق عشان انا صاحب الترجمه هاي بس عشان انا صاحب الترجمه لانه انا يعني صراحه كان عندي قناه زمان كان في عندي قناه اسمها هيثم كياتش لكن للاسف شطبوا لي اياها اليوتيوب ولقيت انه في كثير ناس كان ياخذوا الفيديوهات تاعوني هاي اللي انا ماخذها منزلها مترجمها وحطوها باسمهم. طب انا شو بستفيد مش لما احط اسمي انا بضيف يعني شيء اسمه حقوق ملكيه فكريه اني انا ترجمته. طب ما انا كمان قايل انه انا باخذ الفيديو هذا من هاي القناه بس انا حاط اسمي فوق عشان انا ترجمت الفيديو بس يعني ياخذوا يحطوا باسمي بس. هاي كل القصه انا لا حرامي ولا زرقت فيديوهات انا بس اخذته وحط ترجمته ونزلته يعني ما نزلت فيديو زي ما هو لا عدلت عليه وكتبت وبكتب يعني في فيديوهات انا زي ما قلت لكم هاي الفيديوهات كلها ماخذها يعني من قنوات وانا ذكرت اسمها بشيلفي كاتش الحلقه الاولى بس حبيت اوضح هذا الشغل انه عشان الناس كلها تعرف وتفهم الموضوع بالضبط. وفي كمان موضوع ثالث اللي هو انا يعني بشوف في كومنتات ناس بقول لك هيثم بدنا هيك زي موضوع الدفاع مثلا بدنا نتعلم كيف دفاع. طب يا اخي انا فهمان هذا موضوع خلص عندي انا قلت لكم في موضوع للدفاع خلص انا قلت لكم في موضوع الدفاع بعضكم كل شوية تكتب جاء الدفاع والدفاع وهيثم بدنا والله الدفاع بدنا الدفاع. طيب يا اخي انا والله فاهم يعني انا مفكرين بشوف الكومنتات هاي طب بشوفها فاهم وعارف هذا الحكي. الدفاع له فيديو خاص خلص مش انا وعدكم يعني موضوع كامل
موضوع كامل عن دفاع. هاي هسه خلينا نركز على الموضوع اللي احنا جايين انتوا جايين تفرجوا عليه اليوم، اللي هو كيف تصبح صانع العاب محترف. اول اشي بدي احكي عنه اللي هو مراكز صانع الالعاب. وانتوا قلتوا لي بالتحديد بدكم خلف المهاجمين، اوكي ماشي، خلف المهاجمين. خلف المهاجمين يعني AMF Attacking Midfielder or LMF RMF Right Midfielder Left Midfielder. هل هذا بيختلف كليا عن خط الوسط؟ في شيء اسمه خط الوسط اللي هو عباره عن سنتر ميدل فيلدر سي ام اف، هذا بيختلف عن صانع العاب. هذا تقريبا مش صانع العاب زي تشافي، زي مثلا يا توري، زي سيسك فابريغاس، يعني زي كثير لاعبين. هذول مش صانع العاب، هذول بيلعبوا خط وسط، هذول بيدعموا بس مو بصنعوا، يعني مش اسمه صانع العاب. صانع العاب بيكونوا خلف المهاجمين زي نيستا، زي رودريغيز، زي مودريتش مثلا، زي يعني هازارد، زي كثير لاعبين. هذول مثلا عندك دي ماريا، هذول بكونوا خلف المهاجمين بالضبط، وبكون عندهم مهارات مختلفة عن مهارات لاعبين خط الوسط. إذا قلنا المراكز هي عبارة عن AMF Attacking Midfielder خلف المهاجمين، وعندك على الأطراف كمان خط وسط بكونوا برضو كمان خلف المهاجمين، وخصوصا خلف الجناحات، خلف الجناح عبارة عن LMF وRMF Right Midfielder وLeft Midfielder. ثاني إشي بدي أتحدث عنه اللي هو عبارة لازم يكون صانع الألعاب عنده قوة تحكم، يعني كويس كثير، جيد جدا. ليش؟ لأنه دائما بيكون قريب من منطقة الجزاء، وهو بيكون دائما بيساعد المهاجم، فلازم يعمل اختراقات، لازم يكون عنده تحكم كويس، ويقدر عنده قدرة على المراوغة كثير كويسة. طبعا أنا يعني زي ما دائما بحكي بكل فيديوهاتي، شاهدوا سيلفي جات الحلقة الأولى ودرس 31 وبرضه كمان درس 3، لكن أنا اليوم جبت لكم كمان فيديو كثير كويس، طبعا مقدم من قناة أول أتاك، قناة جديدة طبعا هي مش كثير معروفة، لكن حبيت شغلهم وحبيت اني اجيب الفيديو واترجمه عشان انتم تستفيدوا منه. فهذا الفيديو راح يعلمكم كيف انكم يعني انه تتحكموا وزيدوا تحكمكم بالكرة، او انه كيف يعني تراوغوا، يعني انه تجرب الكرة بطريقة مميزة. طبعا انا حكيت بالحلقة السابقة الحلقة الثامنة كيف تجرب الكرة، في برضه مقطع فيديو كيف تجرب الكرة. هسه راح اعطيكم فيديو كيف تجذب الكره عشان انت تعمل اختراقات وتعمل مراوغات كثير كويسه اذا كنت انت صانع العاب خلف المهاجمين. يلا نشوف هذا الفيديو ببعض، الفيديو كثير مميز وكثير حلو. إذا أصدقائي شفنا مع بعض كيف إنكم تجربوا الكرة بهاي الطريقة اللي كثير مميزة كثير كويسة، بتساعدكم على أن تحافظوا بالكرة، تحافظوا إنه ما تروح تضيع منكم، كيف تعملوا مثلا إنه تيرنينجز أو كاتس، يعني مثلا كيف تغيروا الاتجاه، يعني حتى تغيروا الاتجاه بإنه ما يضيع منكم الكرة، يظلكم محافظين عليها حتى لو أنتم غيرتوا اتجاهكم بشكل مفاجئ. هسا نيجي على الإشي اللي كثير كثير مهم، اللي هو ايش؟ اللي هو التمرير. لازم يكون عنده قدرة تمريرية كثير رهيبة او حس تمريري، يعني دقة تمريرية كثير عالية، ولازم يعرف كيف يعني يمرر الطابة بمختلف يعني يعني بكل اشكال، سواء كانت ارضية او بينية او كانت رفعة او كانت كرة عرضية او كانت كرة طويلة.
عشان هيك انا اليوم جايب لكم فيديوهات بتعلمكم بالتفصيل كيف ممكن تمرر الطابات بكافة الاشياء. لكن خلينا اول شيء نتحدث عن تمرير الكرات الارضية. هلا تمرير الكرات الارضية كثير كثير مهمة لانه هي اساسية، طبعا هي اساسية. وراح اشوف هسه كمان شوي فيديو بعلمكم اللي مثلا اللي مش عارف لو ما بعرف كيف يمرر الطابة بالطريقة الصحيحة والطريقة السليمة وبال يعني بالتقنية المناسبة. هذا الفيديو راح يفرجيكم بالتفصيل بالضبط كيف انكم تمرروا الطابة الارضية، الكرة الارضية بالتفصيل، يعني انه بدقة شديدة وبتقنية عالية. خلينا نشوف هذا الفيديو مع بعض. شوفنا هناك اصدقائي كيف يمرر الكرات الارضيه بالطريقه السليمه. حكينا انه لازم يكون اللاعب يعرف كيف يمرر الكره بمختلف الاشكال. هسه خلينا انا وياكم مع بعض نشوف هذا الفيديو انه كيف ترفع الكره انت، يعني الكرات الطويله، مش في عندك قلت انه في كرات طويله. هسه شوف كيف بدنا نرفع الكرات الطويله. انت مو اصلا اغلب صانع العاب بكون مثلا يعني عنده قدره كثير يعني كثير كويسه انه كيف يرفع الطابه الكرات الطويلة. لا يعني لازم تكون كثير مهمة، هاي كثير مهمة، لأنه ما أنت مرة تكون عندك في هجمة مرتدة، يكون أنت مثلا ورا ومهاجمين صاروا بعيدين، فأنت بدك أنك ترفع له إياها وتجيب له إياها بالضبط أنك يعني بالشكل التام، يعني بطريقة سليمة وصحيحة 100%. فخلينا نشوف هسه مع بعض هذا فيديو كثير ممتاز، برضه تابع الفيديو اللي قبل، كيف ترفع الكرة بالطريقة السليمة بالطريقة الصحيحة للمهاجمين أو بشكل عام لأي لاعب. يلا مع بعض. شفنا انا وياكم برضو كمان كيف ترفع الكره بالطريقه الصحيحه. هسه زي ما احنا بنعرف دائما مثل بقول لك عندك الكرات العرضيه بسموها، انت اكيد تعرف الكرات العرضيه، وطبعا يعني بكون اغلب شيء يعني من اختصاص مين؟ من اختصاص الظهير، ظهير ايمن وظهير ايسر. بس برضو لازم كمان كل لاعب خط وسط
مش يعني مو شرط مثلا بس انه يعني صانع العاب برضه كمان خط وسط لازم يكون بيعرف كيف بيرفع الكرات الارضيه. وهذا طبعا الكرات الارضيه انه طريقه رفع الكرات الارضيه هي مشابهه تماما لطريقه رفع الكورنرز الضربات الزاويه الضربات الركنيه. فهلا هذا الفيديو راح افرض لكم فيديو اياه اليوم طبعا جبت لكم اربع فيديوهات وهذا الفيديو الرابع ان شاء الله. هلا راح افرجيكم شلون كيف ترفعوا الكرات العرضيه والكرات الركنيه لانه طبعا تقريبا الاثنين متشابهين انه طريقه ضربه الطابه تقريبا متشابهه انه كيف ترفع الكرات الركنيه وكيف برضه كمان ترفع الكرات العرضيه. اذا كيف ترفع الكرات العرضيه والركنيه خلينا نشوف هذا الفيديو مع بعض الفيديو الاخير معنا اليوم في حلقتنا. يلا شوفوا. تحدث اصدقائي اليوم معكم كيف انك ايش برر الكرات بمختلف الاشكال سواء العرضيه وسواء الكرات الكورنرز او الكرات الطويله او الارضيه نفس الشيء كل نفس الشيء. وعلى فكره الكرات البينيه يعني هي نفس يعني في عندك بينيه رفع وفي عندك بينيه تنوير. وهسه انا جايكم في هذا الموضوع اللي كثير مهم الموضوع اللي هو الموضوع الرابع. هسا اول شيء انا شو حكيت؟ حكيت انه حكيت عن المراكز، ثاني شيء حكيت لازم يكون عنده قوه تحكم ويعني قدره مراوغه كثير كويسه، وثالث شيء حكيت لازم يكون يعرف كيف يمرر الكرات الارضيه والارضيه والعرضيه والكورنرز والطويله. هسا لازم احكي عن الموضوع الاهم اللي هو الموضوع الرابع هو عباره عن الذكاء. الذكاء في صناعه الالعاب. الذكاء هو يعني عامل يتميز فيه تقريبا جميع صناعات الالعاب. وهذا الشيء يميزهم بالذكاء. لأنه أنت لما تكون بتعرف الوقت المثالي والوقت الصحيح لأنك أنت بتعرف الوقت المناسب الوقت الملازم لتمريع الكرات للمهاجمين وصناعة الفرص الخطيرة لازم أنت تكون عندك شوية ذكاء. لازم تراقب جميع المدافعين جميع اللاعبين لازم تراقب حركة المدافعين وحركة اللاعبين الخصم. يعني مثلا زي ما احنا بنلاحظ كان زمان مباراة برشلونة مباراة مثلا مدريد يعني هيك بشكل عام انا كنت الاحظ كنت معجب بذكاء تشافي هرنانديز وذكاء اندريس نيستا. يعني انا بعتبرهم من تقريبا من اذكى اللاعبين في القدم بجانب ميسي وبجانب العديد من اللاعبين. عندهم قدرة رهيبة يا اخي وذكاء حاد بيعرفوا متى يمرروا الطابة وبيعرفوا كيف يمرروها وبيستغلوا كمان مساحات الفاضية. براقب حركة المدافع براقب كل المدافعين بيعمل سكانينج مسح كامل لكل الملعب بيعرف كيف متى يعطي ومتى ما يعطي. يعني انه بيعرف وين يعطي وكيف يمررها وشلون يمررها وكيف يعني لازم انت تراقب كل الملعب وشلون تعرف لازم تعرف حركة اللاعبين ولازم انت تقرا برضه كمان الافكار اللاعبين لازم تقدر انت عندك وحس انه تعرف وين رايح انت من حالك تعرف كيف يروح او انت اخدعه خليه يروح هناك عشان تصير في مساحات تفتح مساحات. لازم انت تراقب جميع الملعب لازم تراقب اللاعبين كيف حركتهم او انت مثلا انت واللاعبين تعملوا خطه معينه انه اسحبوا اللاعبين مثلا لهناك حتى يكون في فراغات افتح فراغات دائما مر الكره في المساحات الخاليه المساحات الفاضيه استغل المساحات الفاضيه. انه هذا هو بتميز فيه صانع الالعاب لازم يعني تميز فيه انه هو بيمرر الكرات بطريقه ذكيه الى المهاجم يعني المهاجم بطريقه ذكيه جدا حتى انه يسجل اهداف ويصنع هدف كثير جميل. اذا لازم يكون عندك ذكاء حاد وذكاء وكيف تتعامل في الملعب وكيف تمرر الطابه بكافه الاشكال بطريقه ذكيه وحذره جدا لصناعه الاهداف وصناعه الفرص الخطيره.
وهيك اصدقائي وصلنا لنهاية حلقتنا التاسعة من سيفي كاتش، وبتمنى تكون عجبتكم الحلقة واستفدتوا منها كثير، وان شاء الله يا رب في الفيديوهات القادمة الحلقة العاشرة راح يكون موضوع يعني ان شاء الله يكون كثير مميز، وانا يعني انا راح اقترح على الفيسبوك زي ما دائما بحب اخذ رايكم طبعا بشكل عام، حتى اعرف عن شو انزل، لانه ما بدي انزل موضوع مثلا انا مثلا بدي اياه، لا بدي انزل موضوع انتم حابينه، فانا بقترح عليكم انتم الاغلبيه اللي بوافقني اللي بيعمل، وهي بس باخذ رايكم وان شاء الله صارت تمام، وبشوفكم في الحلقه الجايه من سيلفي كاتش الحلقه العاشره، واتمنى اذا عجبكم الفيديو لايك وشير، واذا انت جديد تعمل لي سبسكرايب، تابعني على فيسبوك اللينك اسفل الفيديو، وان شاء الله بشوفكم الحلقات الجايه اصدقائي، الى اللقاء.